اهلا بحضراتكم من جديد. طبعا في البدايه برحب بالدكتور محمد فؤاد رئيس جهاز الجمباز في النادي الاهلي. اهلا بك يا دكتور. اهلا كابتن هيثم، منورنا. ربنا يخليك، سعيد بوجودي معاك. حضرتك بيبقى ممتع بصراحه. ربنا يخليك دكتور. هنبتدي كلام عن الجمباز. احنا اتقابلنا من فتره وحضرتك كنت حاطط استراتيجيات وطريقه عمل، وفي اليه عمل دلوقتي حصل عليها ابديت او حصل عليها تحديث. اليه العمل جوه قطاع الجمباز بقى، لان حضرتك على راس هذه المنظومه، في وجود خبراء جداد مجلس الاداره وفرهم، سواء خبير للرجال او السيدات وابطال اولمبيين، شايف اليه العمل ازاي؟ اليه العمل ماشيه ازاي في قطاع الجمباز دلوقتي يا كابتن؟ بسم الله الرحمن الرحيم، سعيد ان انا مع حضرتك. هو طبعا كجهاز جمباز في كتير من العناصر، يعني عندك قطاع للبنين، عندك قطاع للبنات، عندك مدرب عام فوق قطاع البنين، مدرب عام فوق قطاع البنات، ثم تحت كل قطاع مجموعة مدربين بيقوموا بالمهام. ده كان للأعمار السنية بقى. للأعمار السنية المختلفة كلها. السنة الموسم الحالي أضيف إلينا، طبعا بشكر مجلس إدارة على توفير خبر أجانب، ودي حاجة إحنا يعني بنعرف قيمتها وما بنستكبرش ان احنا نستعين بخبر اجانب، لان في مدارس سبقتنا في هذا الامر. بحييك على ده جدا يا دكتور والله. فانت لما بتستعين بخبر اجانب هم اضافه لينا، لكن كيف يتم توظيفهم في المنظومه اللي انت موجوده؟ بالظبط. بحيث ان لازم كل الناس اللي موجوده في المنظومه تشتغل بهارموني واحد، توافق واحد، علشان تمشي في طريق واحد بفكر واحد لكل اللي في المنظومه. يعني المنظومه دي لو حصل اختلاف في وجهات نظر او عدم تنظيم الدنيا مش هتمشي. انعكاسات كبيره. هم لما جم علينا قعدت معاهم فهمهم احنا ماشيين ازاي، الطريقه اللي بندير بيها ازاي، دور كل واحد في المنظومه ايه، من اصغر مدرب للمدرب العام، دور الجهاز الاداري بتاعي ايه، دور الجهاز الطبي ايه، بيعرفوا التعامل مع اولياء الامور. ده كل شيء يعني هم دخلوا في السيستم بتاعنا بشكل جيد، لان احنا اديناهم معلومات مستفيضه عن كل شيء. ما شاء الله. النادي الاهلي هو مين؟ النادي الاهلي احنا لو بنخطط عشان ايه؟ هل احنا قطاع ممارسه وخلاص، ولا قطاع بطوله، ولا قطاع بطوله، ولا الاثنين، ولا احنا عندنا قطاع صغير في الناشئين عايزين نخليه للممارسه، ومش عايزين نستهلكه في صراع البطوله لحد لما نوصل بالتدريج كده ان احنا ندخل في البطوله. يعني احنا في القطاع عندنا في بطولات تحت 6 سنين. صحيح. في ال6 سنين دول حضرتك ما ينفعش تتعامل عن ان ده قطاع ضاغط، منافسه تخضعه للاحمال بدنيه ومهاريه عاليه. لا لا لا، ده عنده اهداف تانية خالص. انما قطاع الدرجه الاولى بقى، لا بطوله، ده بتتكلم على البطوله. صحيح. فانت في القطاع بتاعك كله في تباين كبير في الاهداف، وكل مرحله سنيه ليها هدف انت عايز تحققه. يعني مرحله الناشئين الصغيرين دول انت عايز تاسس، عايز تبني، عايز توجد سلوكيات لاعب الجمباز يكتسبها في السن الصغير. الاداء والتفاصيل خلينا اقول عليها الاساسيه اهم من المكسب 100 مره، لان هو مش مطالب منه مكسب. اكتساب السلوك والقيم والاخلاق وروح النادي الاهلي اهم من انك تقول له انت لازم تكسب. ما شاء الله. كل ما نطلع بالتدريج بقى يبدا يخش موضوع الفوز، يدخل الكلام ده. انت بقى اللي انا بقوله لك ده احنا بننقله للناس، وبعدين اديناهم فرصه ينزلوا يشوفوا اللي احنا قلناه، اديناهم فرصه يعملوا اختبارات لجميع قطاعات الفرق. ما شاء الله. بالتعاون مع المدربين والمدربين العموم اصبح عندهم فكره كامله عن كل لاعب في الملعب، فاصبح التصور اللي احنا بنقوله بقى واضح عندهم. الفرقه دي احنا عايزين منها ايه السنه دي؟ نعم. اصبح بالنسبه لهم واضح، بيضيف ليك وبتتقبل هذه الاضافه. هم يعني مش عايز اقوله ان هم انبسطوا جدا من اللي شافوه عندنا. فعلا. ما انا شايف واشادوا جدا باللي موجود. كريم ويحيى كانوا معايا قبل حضرتك، قالوا ان هم قالوا عندنا خامات وسيستم جيد جدا. ودول ابطال اولمبيين، وده الحقيقي. 3 سنين وده جور 3 سنين بطل الاولمبياد، وده مش مجاملات، احنا بنتكلم في شغل. الناس جايه بالزبط. عشان تعمل شغل، مش جايه عشان تجامل. لو لقوا المنظومه دي مش قويه، المنظومه دي مش منضبطه، هيجي يقول لك شكرا انا ماشي. ولكن هو بالعكس، ده هو من مصلحته انه يقول لك لا 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 الدنيا بايظه وانا هصلح وانا هعمل. لكن هو جه قال لك
انتوا ماشيين كويس جدا، انتوا عندكم خامات كويسه جدا، البرامج اللي انتوا شغالين بيها والفكر اللي انتوا شغالين بيه كويس جدا، لكن انا هطور معاكم وهمشي معاكم. حلو جدا. فاصبح في توافق متكامل في المنظومه، انت عارف كل مرحله سنيه عايز منها ايه، عارف المنافسه فين، وخصوصا في الفرق بقى الدرجه الاولى هي اللي ده بقى، حضرتك. ما هو ده الزتونه زي ما بيقولوا بقى الدرجه الاولى. بالظبط. بس هنا النهارده بفضل الله مع التطوير اللي بيحصل ده، انت حافظت على مركزك الاول في بطوله الجمهوريه رجال، وسيدات واخدين تاني برضو بعد منافسه شرسه كبيره، والدنيا قريبه بين الاول والتاني. بالظبط. يعني النهارده انت مع التطوير ده ما حصلكش دروب. لا بالعكس، الحمد لله بفضل الله. بالعكس، هو التطوير ده كمان خلانا نمشي في سكه اللي هي سكه تعاقب الاجيال. انت عندك فريق دلوقتي بيكسب، طب الفريق ده ليه عمر، بعد سنتين ثلاثة سنتين محتاج ثلاثة، طيب اللي تحتيه بقى واللي تحتيه. فانت في ثلاث فرق في المنطقة اللي فوق اللي هم بيغذوا بالتدريج كده الفريق الأول، انت لازم احنا محققين فيهم نتائج كويسة جدا على قطاع الناشئين في القطاع ما اللي شاء الله تحتيه، ما شاء الله، عشان يفضل عندك التسلسل استمرارية. في الاستمرارية. ومن دلوقتي بتفكر في ولاد صغيرة ازاي دي هتكون ابطالنا في المستقبل. عندك طبعا الارقام صعب ان حضرتك تبقى حافظها، بس هل عند حضرتك تصور عندك مثلا، يعني كابتن محمود الخطيب دايما بامانه، وانا بحب اشير للموضوع ده في كل الحفلات او كل مراسم او احتفالات مراسم توقيع الرعايه، كان بيشير في اول كلمه ليه كابتن محمود الخطيب انه انا برعى 19 لعبه، وال 19 لعبه مطالب مني ان انا اخرج منهم ابطال بناشئينهم. يحضر حضرتك رقم لاعبين، عدد لاعبين ولاعبات، مش هناخد الدرجه الاولى، هناخد من اول الشباب او الشابات تحت 19 وانزل بيهم لغايه المدارس. انت حضرتك رقم تقريبا عندنا كام لاعب ولاعيبه في الفرعين؟ احنا عندنا دلوقتي 450 لاعب، وده رقم يعتبر بالنسبه للجمباز، بالنسبه لانديه تانية كتير، ده رقم انت كده كبير. مدخل المدارس معاك ولا مش مدخل؟ لا لا المدارس لا خالص، مش لسه مدخل في المدارس. قطاع تاني، المدارس والاكاديميات ده موضوع تاني. انت حضرتك بتتكلم انا على بكلمك على اللاعبين المسجلين الله باسم النادي اكبر، الاهلي، وبياخدوا رعايه وتمرين وصلاه وتدريب. وكل واحد فيهم، لان انت بتشتغل بشكل فردي، طبعا ليه اسلوب وليه طريقه في التعامل وليه مدخل في تعليم الحركات، وبالتالي انت والجمل لازم يتقنها، بتشتغل صحيح كفريق بشكل جماعي، بس لكن في فردي داخل المنظومه في شكل فردي طبعا. فردي. هي لعبه ده فرديه، هي لعبه لعبه فرديه فرديه، صحيح، بيتمرنوا مجموعه مع بعض، لكن بس هي كل لعبه واحد فرديه. ليه مدخل وطريقه. ما تقدرش تستخدم طريقه تعليم واحده لكل الناس، ما تقدرش تستخدم اسلوب في الشرح وفي التوجيه وتعديل الاخطاء واحد لكل الناس، وده بيلقي عبء ده كبير مجهود جدا على جبار المدربين بصراحه، وعلى الجهاز الفني. مجهود جبار يا كابتن بصراحه الجمباز هي اصلا لعبه صعبه جدا. مركبه، عدد الحركات كتير. انت مثلا في الوثب الطويل او الوثب العالي، اللاعب بيبقى عنده مهاره واحده بيتدرب عليها ويتقنها ويشتغل عليها. لا، انا عندي بقى 6 اجهزه، كل جهاز جهاز عليه مجموعه 50 جملة. حركات، فانت وبتغيروا، ما بتفضلش لا ثابته بيتغيروا، وكمان في حاجات، وبتتطور. في نقط فنية تحكيمية وفي نقط تكنيكال فنية عادية، طبعا فانت محتاج كل الكلام ده، يبقى المدرب مركز مع اللاعب بشكل كبير جدا. لا مجهود بالظبط جبار، ده غير بالظبط. اللي بيحصل في قطاع المدارس. قطاع يعني بتهيألي الرقم المدارس، ده اضربه في 3 أو 4 في المدارس. قطاع المدارس والاكاديميات اللي تحت بقى اكاديميات ده حاجه تانية خالص، بس احنا مهتمين بيه جدا برضو عشان هو ده اللي بيغذي الفرق. ده هتلاقي بقى في 3 أو 4 أضعاف العدد ده. فخلي بال بقى حضرتك كمان، انك لما بتيجي تنتقي من هذا القطاع بتركز جدا جدا في انتقاء افضل عناصر، ومش بتنتقيهم كده، ده دول قبل ما تنتقيهم اللي هم عندهم 5 سنين و4 سنين خاضعين لبرنامج تدريبي احنا حاطينه لمده سنه. عشان تقدر تختار يعني صح، ما تظلمش اللاعب. ده انا بديله برنامج تدريبي في كل ما هو مرتبط بالقدرات البدنيه والحركيه الخاصه بالجمباز لمده سنه، وبعدين اعمل اختبارات اخد اختبر، اقوى العناصر. ما بتجيبش من كده تقول له لا تعالى، لا انا اديله الجرعه التدريبيه واشوفه. لا انا طب هل جينات الاب والام بتفرق مع حضرتك؟ يعني طبعا انا قعدت كذا قاعده في مع ناس في كذا لعبه، يعني امريكان واوروبيين بيجوا يختاروا لعيبه على 14 15 سنه، اول سؤال بيقولوا انا عايز اشوف الاب والام. طبعا. وبيحصل بيقول لك لو اللاعب ما جاليش بالاب والام انا مش هاخده. بيبقى ليه وجهه نظر في الجينات، يعني مثلا هو بيختار لاعب، انا اسف، يعني لعيب باسكت، فالاب داخل قصير وهو الولد عنده 12 13 يبقى مش هيطول، او الام قصيره. انتوا عندكم الجينات الاب والام بتشوفوها برضو بحكم حضور اولياء الامور يعني للتدريبات؟ شوف، احنا عندنا الجزء الخاص بالقوام او النمط الجسمي، ده مهم جدا 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 من حيث المواصفات ومن حيث المقاييس، لانك لو انت القوام ده
مش مناسب للجمباز غير يبقى اللعبة بتضيع وقتك بالزبط. وبتضيع جهدك وبتضيع فلوس والنادي بيصرف عليك وبتضغط الولد نفسيا، مش هيقدم، في حته مش مظبوطه، مش هيتقدم. فانت القوام ده من ضمنه انك بتشوف الاب والام النمط شكله عامل ازاي، لان الوراثه بتبقى باينه على الاب والام. ففي انماط مثلا قابلة للسمنه، تلاقي الولد كل اخواته وزن زايد وسمنه وتكوين بالزبط. بدني سمين. ممكن يلعب كره يد بالظبط، يقدر يلعب حاجه يقلب السمنه دي العضلات، كتله عضليه، يلعب كره يد. لاعب الجمباز لازم يبقى وزنه خفيف، سلم وخفيف بالظبط، لازم يبقى نحيف ويبقى طول معين، ولازم يبقى طول معين، ما يقدرش يبقى طويل. لو طويل 2 متر هتجيب حد يلعب جمباز 2 متر ازاي؟ مش هينفع. صح. فعشان كده القوام ده بتركيزك فيه بيخليك تروح ناحيه الاب والام. وعمليه صعبه الانتقاء بتاعنا، لما بنيجي ننتقي بنعمل مجموعه تحضر الانتقاد بنفسك؟ انا المسؤول عنها، انا اللي بعملها. برنامج المدارس والاكاديميات انا اللي بحطه، لان اصل هي منظومه واحده ماشيه من اول ما الطفل يدخل في المدرسه بتاعتنا اللي هو عنده 4 سنين وثلاث سنين لغايه ما توصله زي لحد ما وصل الدرجه الاولى، زي يحيى ما كان قاعد مكانه، زي يحيى كده. فانت حضرتك لازم تبتدي تاخد الاهتمام من تحت، مش تستنى لما يجي في الدرجه الاولى وتهتم بيه. طبعا ده الجمباز انت بتشتغل عليه في المدارس والاكاديميات، تاخد افضل عناصر تبتدي هي دي فرقتك بقى اللي تشتغل بيها، تحطها في التراكس الصح المظبوطه، مش من اول تخيلي 6 سنين و7 سنين تقول له المكسب ولازم تكسب، ولو ما كسبتش مفيش الكلام. بالعكس، احنا حتى بنعمل الكلام ده مع اولياء الامور في لقاءات، ان يا جماعه خلي بالكم، حذاري، حد يكلم ابنك في المكسب والخساره، في المكسب والخساره، كلمه في حاجه واحده بس، في الالتزام والاداء ويعمل اللي عليه، وما تجيبش سيره المكسب والخساره ولا الميداليه ولا احنا مش باصين للكلام ده خالص. طب دكتور خلينا انتقل لحضرتك. طبعا انا بس ليه اتعمدت اخش في الصوره دي؟ عشان الساده المشاهدين يبقوا شايفين حجم الجهد اللي حضرتك بتبذله في قطاع الجمباز، وبحكم اللي حضرتك مسؤول عن 450 لاعب على مستوى البطوله، واضعاف اضعافهم في قطاع المدارس والبراعي. هنروح بعد كده بقى على فريق الرجال والسيدات، اللي هيبقى الحته الفنيه اللي ما بيقولوا ايه يعني قمه الهرم. احنا عندنا كام لاعب في الرجال وكام لاعب في السيدات؟ احنا الفرق اللي هي الدرجه الاولى، خلينا نتكلم على القطاع الدرجه الاولى، عندنا حاليا 10 ولاد و10 بنات. ممتاز. احنا فريقنا في الجمباز هو مكون من 5 في حته الدرجه الاولى، اللي بيخش المنافسات 5 اللي بيختاروا انت عشان يلعب هم 5. فانت بتختار من ال10 دول اجهز 5، اجهز واقوى 5. ممتاز. التارجت بتاعنا ان احنا نزود العدد ده، عشان لما تختار من 10 غير ما تختار ب15 كومبيتيشن هيبقى ليه فايده. بس خلي بالك انه بيلقي عليك بعبء فني كمان، يعني هو انت وقت ومدربين وجهد وبتاع. لكن في كل الحالات عايز توصله كام؟ 12 مثلا، 14 مثلا؟ يعني لازم انا لو وصلت 12 14 يبقى كويس. لان اللاعب طول ما هو بيتمرن وعارف ان مكانه مضمون، يعني لو هم 5 لعيبه لا يمكن هعرف اخد نتيجه زي ما هم دلوقتي كده. حلو. كل لعيبه عارفه ان الفريق مفتوح امام الجميع، ان الفرص كلها متاحه امام الجميع. ده يحيى بيقول لي الخمسه اللي تم اختيارهم بطوله الجمهوريه، الخمسه اللي ما اتاخدوش احسن وكويسين، فدي روح حلوه كمان في نفس الوقت. وكمان هو شايف انه هو اتوفق انه بقى دخل، بس اللي ما دخلش المره الجايه هيبقى جوه. ما هو ده بقى اللي احنا بنقوله، احنا زي اي لعبه، يعني حتى من الباسكت الطايره، في ناس في الملعب وفي ناس بره الملعب. الناس اللي بره سكور خالص، بتبقى الناس اللي بره لازم تبقى قويه جدا عشان لو احتجت لها ويحارب عشان يلاقي مكان. يعني هديك مثال صغير حصل لينا في فرقه الدرجه الاولى السنه دي. عندنا لعيب اسمه عبد الرحمن رضا، هو لعيب اساسي في المنتخب، ولعيب انت حاطه ده لعيب اساسي قوي جدا عندنا ما شاء الله، بيلعب على يعني جهاز، بيلعب على 6 اجهزه، الله اكبر، ولعيب ممتاز ومنضم للمنتخب. قبل البطوله ب 48 ساعه غضروف، حصل مشكله في ركبته. استبعدته كابتن، كان قال لي قال لي خوفنا على سلامته. اما تيجي تستبعده بقى، لو انت ما عندكش بدايل ما تقدرش تعوض. طب دكتور، في لعيب بره النادي الاهلي تتمنى انضمامه او حابب تجيبه، ولا انت يعني بتفكر ازاي في الموضوع ده؟ شوف، هو فكره التدعيم من بره يعني فكره لازم تبص لها سلبا وايجابا. في الوقت الحالي ممكن يكون محتاج مثلا لاعب واحد يفيدك قوي في ايه؟ لان انت عندك في الاخر كل لاعب يمثل بالنسبه لك مجموع درجات على 6 اجهزه. نعم. يمثل بالنسبه لك مجموعه صعوبات على 6 اجهزه. فانت بتيجي تحسبها بتقول انا في فلان الفلاني لاعب بعيد، لو ضميته ليا هيزود لي السكور اكتر. وخلي بالك اللاعب ده لو راح لنادي منافس هيعليه. فانت لما بتيجي تاخده يعليك انت،
وبيضيع الفرصه على المنافسين. احييك على الاجابه دي. يعني ايه؟ انا مش بضم عشان اضم. لا لا، ما انا لا ممكن لا يبقى لعيبه ثانيه عندي، لا لا عندي لا احسن لا من اللي بره، لا بس لا انا بجيب لا لاعب عشان يجيب لي نقط معينه في حته يفيدني. معينه هتخليني انا اعدي بالنقاط بالظبط بتاعتي. يفيدني. اه ولو مش اضافه ليا. طب والكلام ده رجال وسيدات طبعا. طبعا. طب السيدات بقى يا دكتور برضو 10 لاعبات؟ 10 لاعبات اه نفس الحكايه، في منهم لاعبات في المنتخب. احنا يعني الصدفه بس هي اللي خلتنا في النهايه نخسر البطوله، لان احنا في اخر جهاز كنا الاول، لعيبه من عندنا واحده غلطت في حركه واحده، حركه واحده بس نقصتنا سكور صغير جدا 13، طلعنا بره لان انت بتلعب على نص والعشر. نص عشر مفيش. فانت التوفيق منافسة، وعدمه. منافسة شرسة جدا. واللي انا دايما بقوله ان احنا عندنا البطوله هي مره واحده. يعني خلي بالك فريق الدرجه الاولى ده بيلعب بطوله الجمهوريه مره واحده. انا برضو انا عندي اعتراض على ده. يعني دي يعني من لازم المشاكل اللي... طب انت بقى الباد لك بيجي لك في اليوم ده اللاعب. طب ما احنا لازم نعمل خد الجمهوريه دي بالك. تبقى بطوله واثنين وثلاثه زي زمان. فالسيستم اللي موجود دلوقتي للكبار بطوله قاسي. الجمهوريه الحاليه قاسي جدا، لان زي ما قلت لك طب انا اللعيب بتاعي مش ده موافق. اللي حصل له اصابه في ركبته ده لو ما عندكش البديل. بدلك ما حصلش. طيب جه لعيب وقع في وسليم كل حركه حاجه وقع في حركه. بدلك، لان التوفيق من عدم، وده موجود في الرياضه كلها. طب ما يبقى في بطوله واثنين وثلاثه، يعني ليه الجمهوريه ما تبقاش؟ يعني انا قصدي اقول لك ان اكيد دي هتنظر طبعا، بس يعني انا قصدي اقول لك ليه ما يبقاش في بطولتين جمهوريه مثلا، او يبقى بطوله جمهوريه واحد واثنين، ويبقى في المجمل انت بتاخد مجموعهم. هو في الاعمار السنيه في اكتر من بطوله، كاس مصر وجمهوريه، تبقى لكن على الكبار كمان في الكبار ممكن. لو بقى في بالنسبه لك هتبقى يبقى في احسن. متنافس. انت مثلا في الباسكت يعني عندك، انت ممكن تخسر ماتش تعوض التاني وتكسب الدوري. يعني وارد الراجل ده جدا. رايح وان شوت، هي تراي واحد ما فيش ما تاني. توفقتش في التراي ده، او اعصابك لعبت شويه بره كل بقى استعداداتك الفنيه والنفسيه والذهنيه راحت. كله لازم يبقى في اعلى، في التوب فورم بتاعك في اليوم ده، وكمان ممكن ما توفقش. ويجي لك باد لك في اليوم ده. فانت يعني لا لا، منافسه اللعبه جامده. صعبه صعب صعب جدا، وبتعمل ستريس جامد جدا على الجهاز الفني. يعني احنا بقى الاستريس ده بنحاول ما نقولوش اللعيبه خالص. يعني اللعيبه طبعا انت بره الاستريس، انت بتركز في ادائك، بتركز في جملك، بتركز في ان ازاي هو يبقى عنده روح التحدي. ما انت انت بتلعب قمه التحدي طبعا من نفسك وغيرك. نفسك وغيرك. ولما لعيب بيغلط ازاي الفرقه بتحاول زمايله يبذلوا اقصى جهد عشان يعوضوه. واحنا كمان عندنا في امور تكنيكيه جوه. يعني انت مثلا بعض اللعيبه او معظم لعيبه الدرجه الاولى بتبقى انت عنده جمله هو هيلعب بيها، بس حسب مجريات الامور تقدر تروح مزود حركه او اتنين عشان تعلي السكور بتاعك او تسحب. يعني انت شايف بقى انت الفرق قاري الجيم ماشي ازاي. انا محتاج دلوقتي، عارف زي فكره كده، تروح منزل ثلاثه مهاجمين تلعب بيهم عشان بالظبط، تعمل اعمل حركات زياده ازود حركات عشان اخد ومضمونه درجات اعلى. عشان ازود، محتاج دلوقتي لان انا محتاج دلوقتي كده. درجات دي عاليه. كلها قرارات فنيه فوريه بتتعمل، اللعيبه مدربه عليها. يعني اللعيب بيبقى مدرب يقبل الوضع بالنسبه له. هقول لك على حاجه، حتى امور الاحماء والتسخين، انت بتعلم اللعيبه تسخن بطرق مختلفه تحت ضغط، تسخين مدته يبقى اقل، التسخين يبقى مش كالعاده في التمرين ان انا بمرن براحتي، لا انت تسخن قليل جدا وتلعب. عشان ده يعني اللي هيحصل. عشان تبقى انت كل ظروف الضغط اللي هيمر بيها اللاعب اللي تتصورها، اللاعب لازم يتمرن عليها. ويروح وهو مش همه اي مفاجاه هيقابلها. مش همه اي مفاجاه. ايا كان. حتى نوعيه الجهاز اللي هو هيلعب عليه. لو عرفنا ان في ماركه معينه هيلعب عليها بنوفر، ومش عندنا، بنوفر له تدريب في حته لا معينه نروح نتدرب عليه عشان يبقى خد الاحساس بتاع الجهاز. ده احنا يا دكتور كل كبيره وصغيره تفاصيل انتوا واخدين بالكم منها تحت الميكروسكوب علشان توصل في النتيجه. انت مش عايز تكسب طوبه الجولة من فراغ. حجم مبذول جهد رهيب جدا في الجمباز. وانا عايز اقول لحضرتك ان انا وانا قاعد مع حضراتكم بحس ان التفاصيل دي، انا قاعد بحلم في التفاصيل دي. والحقيقه الوقت جري سريع يا دكتور. نورتيني وشرفتيني، وكالعاده كالعاده دخلتنا في الاجواء في الجمباز بشكل كبير جدا. بشكرك دكتور محمد فؤاد رئيس طبعا جهاز الجمباز، نورتيني وشرفتيني. شكرا كابتن هيثم، وسعيد جدا بلقائي مع حضرتك. مزيد من التوفيق يا دكتور باذن الله. شكرا جزيلا. اعزائي المشاهدين، بنقول مبروك لعائله الجمباز واسره الجمباز في النادي الاهلي، من احد طبعا الرياضات المتاصله. وزي ما حضراتكم شفتوا كفاءات على اعلى مستوى اشاد بها اكبر خبراء في العالم. مستر ايجور ده واخد طبعا خبير المستعمرين النادي الاهلي داخل القطاع، واخد 3 ميداليات اولمبيه. فالنهارده لما يشيد بهذا القطاع جوه النادي الاهلي يبقى انت الحمد لله في حته ثانيه. طبعا بنشكر كل اسره الجمباز، وبشكر حضراتكم على حسن الاستماع، وانتظرونا في حلقه جيده من او جديده من الابطال. شكرا جزيلا.